بعيدا عن أنظار الجميع وفي محاولة تحمل زرع البسمة في وجه 400 أسرة، نفذت مؤسسة الشراكة ووقف الواقفين المرحلة الأولى من مشروع توزيع السلال الغذائية والصحية لبعض مناطق التماس في مديرية التعزية. ندشن اليوم المرحلة الأولى لتوزيع المواد الغذائية في منطقة الدمينة والدفاع القوي والعنصوة، وهي مناطق تعتبر مناطق تماس بين الجبهات. ومؤسسة شراكة منذ بدايتها في 2017 تركز على مناطق التماس بين الجبهات لأنها مناطق منسية من قبل الكثير من المنظمات. نستهدف اليوم 400 أسرة بثلاث أنواع من السلال: سلة غذائية متكاملة، وسلة صحية، وسلة بقوليات. يأتي هذا المشروع ضمن سياسة مؤسسة شراكة ووقف الواقفين في الوصول إلى أماكن يحوط بها الخطر ومعاناة السكان التي زادت من احتياجاتهم بسبب غض طرف العديد من المنظمات عن هذه المناطق لما تحمل من خطورة في الوصول إليها. تم استهداف 400 أسرة في منطقة الدمينة والدفاع القوي والعنصوة تابعة ضمن عزلة الدمينة والهشمة في مديرية التعزية بمشروع تكاملي. وهذا المشروع عبارة عن توزيعات غذائية عامة وتوزيعات صحية، وتم استهداف هذه الأسر بالسلة الصحية وسلة غذائية بحسب ما تبين لدينا من وجود فجوة لهذه القطاعات في هذه المنطقة، حيث أن هذه المنطقة لم تستهدف من قبل. نشكر مؤسسة شراكة ووقف الواقفين على دعمها لمديرية التعزية، وهي أول منظمة تنزل وتهتم بهؤلاء المواطنين المحتاجين، وهم من أشد الناس فقراً وهم كونهم في مناطق تماس. نشكر مؤسسة شراكة ووقف الواقفين على تقديم السلة الغذائية للمناطق الحدودية للدفاع القوي، شارع 24 والعنصوة والدمينة. هذه المناطق حدودها هي مناطق تعزية ولم تستهدف من أي منظمة. استهدف المشروع 400 أسرة بمواد غذائية وطبية في المرحلة الأولى من المشروع الذي سيستمر لستة أشهر، تحمل تخفيف جزءا من احتياجاتهم الأساسية ولفت أنظار الجميع إلى معاناتهم.